ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات النص التاني من شهر اغسطس لعام 2020 لاصحاب برج الاسد. برج الاسد عندنا النص التاني انا بعتبره ايجابي جدا، ايجابي على المستوى المهني، على المستوى المادي، على المستوى الاجتماعي. هيكون عندنا اشياء كتيرة قدرنا ان احنا نحصل عليها ليه او نحصل فيها لنقطة معينة مهمة جدا. الوضع المهني مثلا، يعني نبدأ بحاجة حاجة. الوضع المهني هيكون عندك في علو شأن، في ترقية، في مكسب. هيكون عندك انك ممكن تكون سبت الشغل بقالك فترة، لا هيكون عندك رجوع لمكان عملك او مكان عمل افضل واحسن. هيكون عندك عروض ان انت في شغل جديد، في حاجة سفرية مهمة، في عروض كمان تزود دخلك ايا كان. ممكن تكون عمل المؤقت، يعني شيء مؤقت كده، حاجة خلصها لي وخد فيها مقابل. هيكون عندك ده جدا جدا. فمن ناحية المهنية هيكون عندك الى حد ما الوضع بيتحسن، بيزود عندك الدخل المادي او بيخلي الوضع المادي عندك مستقر، فده هيكون شيء ايجابي يعني ده تغيير ايجابي عندك. الموضوع ده هيبدأ عندك بشكل تدريجي يكون للافضل للاحسن، يعني هتبدأ ان انت تكون افضل احسن في الوضع المهني والوضع المادي لحد ما نوصل على اخر 10 ايام من الشهر. هيكونوا بالفعل ايجابيين كتير، هيكون في فرصة مادية، في مكسب مادي، في هدايا احنا هنحصل عليها، في مساعدة مادية، في حصول على ميراث. هيكون عندك ده بنسبة قوية جدا جدا. برج الاسد بس احذر من حاجة، احذر من حتة الانا العالية، يعني احذر من ان انت تكون عندك نوعا ما من الغرور او ان انت عندك حب الامتلاك. احذر كتير كتير من النقطة دي. ليه؟ لان دي ممكن تسبب لك خلاف كبير او مشكلة. العين عليك جدا بحركاتك بتصرفاتك، لو في حركات او اراء او ايا كان غلط هيكون عندك هجوم، هتتهاجم. النص التاني انا عايزة بس اقول حاجة صغيرة، ان هو على قد ما هو ايجابي ما فيش حاجة بتخلو من الايام اللي فيها قلة حظ شوية، ولكن انت وشطارتك قدرت تعدي الايام دي بنجاح. اذا انت انتصرت بشكل قوي، وقعت فيها انت كده ربطت نفسك. فلازم تكون ذكي كتير جدا جدا على النص التاني، عشان في امور كتيرة هتحصل، خاصة الامور المهنية. عايزة دماغ مصحصحة عشان تكون فاهم اللي بيدور حواليك ايه وما تقعش. ليه كمان الكلام ده؟ لان عندك في المنطقة المهنية في بعض الاشخاص اللي هو حاقدين عليك قوي، بيشوفوا انت بتشتغل كده ازاي، الناس ليه دي بتشكر فيك، حاجات كتيرة كده، بيستغلوكم بشكل قوي. فنخلي بالنا كتير، مش عايزين نكون عرضة لاي اهانة او استغلال، او ان احنا نكون العين متسلطة علينا حتى، لا عايزين ان احنا نكون مداريين نفسنا شوية في المنطقة المهنية. برج الاسد الوضع العاطفي عندك هيكون جيد، في افضل، في احسن، خاصة مع بعض الابراج. يعني في ابراج كده انت هتكون كويس معاها كتير، بس اقول حاجة، الابراج اللي هتكون كويس معاها في الاسبوع الثالث ممكن يختلف معاك الموضوع في الاسبوع الرابع، ولكن الظاهر بشكل عام ان انت هتكون افضل احسن. وفي بعض الابراج اللي هو هتكون بشكل برضو عام في خلال الاسبوعين هتبقى عندك حتة انك متضايق، انك حاسس ان انت في حمل عليك، مسؤولية قوية، الشريك شايل ايده تماما، حاسس ان انت مطلوب منك حاجات زي كأنك اجباري، يعني حاسس ان انت مضغوط تماما تماما، خاصة لو بتتعامل مع الابراج الترابية. ممكن يكون برج العذراء، برج الثور، من الابراج النارية اللي زيك هيكون برج القوس وبرج الاسد، مع ان شوية الابراج النارية يعني مرتبطين ببعض كتير، بس الفترة دي كل حد عنده عايز يكون هو الافضل، الانا العالية عنده. فبالتالي برج الاسد اللي هو عنده اساسا يعني عظمة وقوة شخصية، لما يكون في حد بيحاول ان هو يضغي عليه او ان هو يعلي عليه تبقى يعني خسارة، يعني الدنيا بتقلب تماما. فده ممكن احنا نتعرض ليه كتير يا برج الاسد، مش كتير بس هو نتعرض ليه في خلال الاسبوع الثالث اكتر شوية. عامة يا برج الاسد الوضع العاطفي بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين هيكون عندك فرصة لاعجاب، ان الناس هيكون معجبة بيك كتير، الاضواء متسلطة عليك، شايفين ان انت بتعمل حاجات، عندك خبرات، عندك قوة، عندك تميز، عندكوا تفكير، عندنا ذكاء، عندنا معاملة قد ايه ايجابية، عندنا حسن الترتيب، عندنا بنعرف نستغل الافكار. كل ده هيلاحظوه، يبدأ عندك الدنيا بتترقب
انت بتتراقب من خلال السوشيال ميديا، من خلال التعامل العادي، كل ده العين متسلطة عليك كتير، فبالتالي الاشخاص معجبة باللي انت بتعمله. اذا بعد شوية معجبة بيك تماما، بعد شوية هيحصل فتح في موضوع الارتباط، او ان حد يبقى معجب بيك هيبدأ ان هو يصرحك بمشاعره، فده احنا معرضين ليه بصورة ترتيبية في خلال النص التاني. النص الثاني كمان لبرج الاسد بالنسبه للناس اللي هم مرتبطين، احنا قلنا ان هيكون عندنا بعض شويه الاحساس اللي ممكن تكون انك مضغوط مع خاصه مع بعض الابراج يعني، فهتحس شويه ده، لكن الوضع عندك هيرجع انه يكون مستقر او يكون افضل في خلال الاسبوع الاخير. اخر ايام في الاسبوع الاخير هتحس ان انت هتفهم الليله، هتفهم ان في اشخاص كانوا بيحاولوا يتدخلوا في شؤونكم، هتفهم ان عشان الاضواء متسلطه عليكم فممكن يكون ده حسد، هتفهم حاجات كتيرة هتخليك ان انت لا تصلح انت من العلاقة بتاعتك، خاصة رجل برج الاسد انت اللي هتصلح، ودي بقى ممكن كتير يستغرب شوية يعني، ولكن رجل الاسد هو اللي هيصلح. رجل الاسد بس انا احذر معاك او احذر اقول لك حاجة يعني صغيرة، الوضع العاطفي يا برج الاسد يعني بالنسبة لي الماضي، الماضي اللي هو عايز يرجع لك، لو انت مرتبط احذر كتير، عندك الموضوع ده بصوره قويه جدا جدا، ليه نسبته في النص الثاني بشكل عام سواء الاسبوع الثالث او الاسبوع الرابع، عندك نسبته عاليه ان الماضي بيحاول ان هو يشغل انتباهك، بيحاول ان هو عارف نقاط ضعفك ايه فبيحاول يدخل لك منها، احذر كتير 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 لا تقع في الفخه، خلي بالك جدا جدا يا برج الاسد. برج الاسد كمان من الامور العاطفيه من ناحيه الماضي، الماضي بالفعل عايز يرجع لك كتير، وهيكون في محاولات للرجوع، اكثر محاولات الرجوع في الاسبوع الرابع يا برج الاسد، لكن فكر كويس، الرجوع مش كل حاجه، فكر كويس جدا قبل ما ترجع، يمكن انت يا برج الاسد عايز ترجع لبعض الاشخاص يعني، خاصه لو انت بتتعامل مع يعني برج انت عايز ترجع لبرج برج الثور جدا من الابراج اللي هي برج الجدي جدا جدا، ده من الابراج الترابيه، عندك اشغال او مشغول جدا، والابراج الهوائيه، والابراج الهوائيه اللي منهم برج الميزان بشكل قوي جدا جدا، وبرج الدلو يليه، فانت عندك في ابراج كده عامله لك جذب، عامله لك ان شغله بالك كتير، فبرضه يعني ايه يعني نخلي بالنا كتير من حته ان احنا نكون برضه عايزين نرجع للماضي بدون ما نشوف العيوب او سبب الانفصال او المشاكل ايه. حاول دايما تركز على سبب الانفصال يعني، لانه لو كان في خير ما كانش حصل فيه انفصال، اما لو حصل فيه ندم وان احنا نرجع بشكل جديد تمام، يبقى انا مع الرجوع جدا، لكن في نسبه رجوع او في نسبه رجوع قويه، عشان كده بقول الكلام ده. عامه ده بالنسبه للوضع العاطفي. الامور العائليه، الامور العائليه في فرصه قويه لتحسين وصلح العلاقات العائليه، حاول تستغلها بشكل قوي، استغلتها هيكون عندك صلح بشكل جيد، هيكون عندك في تقدم، هيكون عندك في مساعده، هيكون عندك في سند، اما غير كده هيكون عندك في وقعان، في حيره في الدماغ، لان انت محتار كتير وبتفكر كتير في الموضوع، الخلافات، المشاكل، انقطاع تواصل، فكل ده انت بتفكر فيه كتير، حاسس ان انت مش عارف تعيش لوحدك، مع ان هيجي لك وقت كتير تميل الى الوحدة يا برج الاسد، عشان تعرف تفكر بشكل صحيح، عشان تفكر في خطواتك وتحسب قراراتك، هيكون عندك بتميل الى الوحدة، عايز تقعد مع نفسك اكتر، هيكون عندك رجوع للحق من اشخاص استغلوك، من اشخاص استغلوا شغلك، استغلوك ماديا، استغلوك ان هم كانوا بيتعالوا عليك، كل ده هيكون عندك رجوع حق، تحس ان كرامتك رجعت جدا جدا يا برج الاسد. برج الاسد انا عايز اقول النص التاني هيكون افضل كتير، ايجابي جدا، ممتع، هيكون ما بلاش نبص للجانب السلبي الا من خلال النصايح اللي اتكلمنا عنها، لازم نبتعد عن العصبية جدا والنرفزة جدا، او ان احنا نستفز بعض الاشخاص، لان الموضوع ممكن يقلب علينا. عامة مش عايز اطول عليكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.